فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من بريطانيا يقول: جماعة عندنا صلت صلاة العيد في المسجد، ولكثرة عدد الحاضرين وللازدحام فإن النساء قد صلينا في غرف متقدمة على الإمام، فما حكم فعلهن هذا؟ لا يجوز هذا، لا يجوز أن يتقدم على الإمام لا رجال ولا نساء، مأموم يكون خلف الإمام. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.